لمناقشة تطورات المشهد الأوكراني بعد التصعيد الأخير من روسيا والتهديد الأمريكي بمزيد من العقوبات. ينضم إلينا عبر سكايب من أمستردام الباحث السياسي الدكتور باسل الحاج جاسم. دكتور باسل، بداية مرحبا بك. رئيس الوزراء بريطانيا بوريس جونسون صرح أن تصعيد روسيا على حدود أوكرانيا محاولة رسم خارطة جديدة لأوروبا. كيف ترى في الفعل الروسي ذلك؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. في الواقع نجد اليوم أن بريطانيا حدة تصعيدها يتجاوز حتى التصعيد الأمريكي حيال روسيا، والارتباط ذلك بملفات أخرى تتجاوز موضوع أوكرانيا. وأيضا من ناحية ثانية، لو ننظر للمطالب، مطالب الضمانات الأمنية الروسية من الناتو وواشنطن، في قراءة ثانية لهذه المطالب نجد أن موسكو تريد إخراج القوات الأمريكية وقوات الناتو من أوروبا الشرقية، من الدول التي كانت في حلف وارسو سابقا، بنفس الطريقة التي تم فيها إخراج القوات الروسية أو بقايا الجيش السوفيتي من هذه المنطقة. ويمكن القول أنه حتى اليوم عبر الحشود العسكرية استطاعت روسيا من إجلاس الغرب على طاولة المفاوضات لأول مرة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي ونهاية الحرب الباردة، إجلاسهم على طاولة المفاوضات لبحث خارطة أمنية جديدة تتعلق بالفعل بأوروبا الشرقية. هذه قد تكون من بين ملفات وقضايا عالقة كثيرة بين موسكو من جهة والغرب من جهة أخرى. صحيح أننا اليوم نتحدث إعلاميا عن الأزمة الأوكرانية، إلا أن هناك الكثير من القضايا مترابطة ومتداخلة بهذا الملف: الأمن الأوروبي، أمن الطاقة. نعرف ونتابع كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية تبحث جاهدة عن بدائل للغاز الأوروبي من أجل فك ارتباط أوروبا مع روسيا، ويعني عدم جعل موسكو تمسك بورقة جيوسياسية جديدة تحت غطاء مشروع اقتصادي. وأيضا ملف أزمة أوكرانيا مرتبط بمكانة روسيا العالمية. طيب، ومحاولتها إثبات. دكتور باسل، كيف تنظر إلى مبررات موسكو لتحشيدها على الحدود الأوكرانية عندما تتحدث وتقول إن حركها لا يعدو كونه محاولة لإعادة أطراف الاتفاق إلى بنود الاتفاق، وذلك يعني تحت مبرر عدم تهديد أمنها القومي؟ هل ترى أن هذه المبررات مقبولة؟ في الواقع لو ننظر منذ بداية روسيا حشد قواتها على الحدود الأوكرانية، بدأ ذلك يعني منتصف العام الماضي في أبريل تقريبا. بعدها عندما حدد بايدن موعد للقاء بوتين جرى تخفيض هذه القوات، لكن يبدو أن روسيا لم تحصل على كل ما تريده في قضايا أبعد من حدود أوكرانيا، تتعلق بملفات تريد روسيا من واشنطن الاعتراف بمكانتها كقوة عالمية. لكن لاحقا رأينا مرة أخرى تجددت موضوع الحشود. طبعا روسيا تؤكد أن لا تنوي غزو أوكرانيا وفق الادعاءات الغربية، لكنها بالمقابل وضعت خطوط حمراء بأنها لن تسمح لكييف باستعادة السيطرة على إقليم الدونباس. وفق القوانين الدولية هذه أراضي أوكرانية، هي لن تسمح بذريعة أن هناك مواطنين أغلبيتهم روسية. وأيضا أن مرجعية مينسك هي الحل الوحيد لهذا النزاع الذي تعتبره وتصر أنه داخلي أوكراني وهي لا علاقة لها به. لكن من ناحية أخرى لو ننظر من الجانب الآخر، هناك دوما قلق تاريخي أمني روسي بالنسبة لحدودها الغربية. من هذا الباب
نجد قلق لديها من تمدد الناتو في بادئ الأمر للدول التي كانت ضمن حلف وارسو، لاحقا للدول السوفيتية السابقة، يعني أنها وصلت على أبواب موسكو في جورجيا وأوكرانيا. من هذا المنطلق نجد اليوم ربما تغيير لا تخطئه عين في طريقة تعامل روسيا مع دول ما بعد الاتحاد السوفيتي السابق، بسبب ارتباط سياسة روسيا الداخلية والخارجية بقضايا الأمن الاستراتيجي. فهي تنظر لهذه الدول المحيطة بها كمناطق عازلة وكثر يعني في هذه المعطيات. دكتور باسل، هل نحن الآن أمام على أبواب أو مشارف حرب مقبلة مع روسيا؟ هل هي محاولة لإعادة معادلة موازين القوى بين الغرب وروسيا؟ في الواقع صحيح أن هناك اليوم مرحلة دبلوماسية لكنها على وقع التصعيد. روسيا باتت تطوق أوكرانيا من الجهات الأربعة. في المقابل نجد أن التعزيزات العسكرية التي تأتي أوكرانيا سواء من الولايات المتحدة الأمريكية، من بريطانيا، من دول في أوروبا الشرقية وأعضاء في حلف الناتو مستمرة يوم بعد يوم. روسيا لم تحصل على أي شيء إيجابي في الرد الأمريكي الخطي على مطالب الضمانات الأمنية. يمكن القول أن الشيء الوحيد الذي حصلت عليه هو أن الرد كان خطيا، نزولا عند رغبة روسيا بأن يكون الرد كتابي. القضايا التي يمكن أن تبحثها سواء حسب ما أعلن مسؤولون أمريكيون أو في الناتو أو مسؤولون من روسيا قضايا ثانوية. بالتالي يعني موضوع أوكرانيا يبدو اليوم كأنه ثانوي في أزمة تحمل عنوانها اسم أوكرانيا. بالتأكيد أن الموضوع الحرب سيكون مؤجل وسيستمر يعني الكثافة المناقشات والمفاوضات السياسية والدبلوماسية ريثما يتوصل الطرفان لحل وسط يتعلق فقط بأوكرانيا، لكن الموضوع الآخر المتعلق بضمانات أمنية لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أو الناتو قبوله، لأنه سينظر على أنه رضوخ. ومن هذا المنطلق يعني أننا أمام حرب مؤجلة. في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم الآن من جراء جائحة كورونا، هل العالم مستعد لحرب مقبلة في ظل هذه الجائحة؟ البعض يقول بأن الدول الكبرى هي يعني تحاول الخلاص من أزمتها أو أزماتها الاقتصادية الخانقة بابتداع واختراع بعض المشكلات الدولية. إلى أي مدى ترى ذلك صحيحا؟ في الواقع لو ننظر لأطراف هذا النزاع، روسيا بالتأكيد ليس من مصلحتها اليوم الدخول في حرب، لا اجتياح جزئي أو غزو شامل وفق تعبير الرئيس الأمريكي. إذا ما أقدمت على أي خطوة عسكرية حيال أوكرانيا فهي ستنسف ما تبقى من علاقات لها مع الدول الغربية وخصوصا دول الاتحاد الأوروبي. وموسكو في الآونة الأخيرة تعمل على ترميم هذه العلاقات. أوكرانيا بالمقابل أيضا ليس لها أي مصلحة في اشتعال حرب واسعة، لأنها ستكون خاسرة بجميع الأطراف. لاحظنا عام 2014 الدعم الغربي والدعم الأمريكي على وجه الخصوص لم يحمي أوكرانيا من التقسيم، ولم يستطع منع روسيا من ضم شبه جزيرة القرم. أيضا دول الاتحاد الأوروبي، ألمانيا القوة الاقتصادية في التكتل الأوروبي، منشغلة في موضوع تغيير السلطة ومهتمة ببدء تشغيل خط الغاز نورد ستريم 2، ولديها طبعا حساسية تاريخية من الحروب وخصوصا تجاه روسيا. فرنسا القوة العسكرية في التكتل الأوروبي أيضا مهتمة ببناء علاقاتها أكثر مع روسيا بسبب ارتباط ملفات كثيرة أبعد من أوكرانيا، سواء في أفريقيا، في
ليبيا في النزاع بين أرمينيا وأذربيجان في جنوب القوقاز، إيطاليا، إسبانيا، المجر، كلها تريد بناء علاقات اقتصادية أكثر مع روسيا. وموضوع كما تفضلت أزمة كورونا والتداعيات الخطيرة التي حتى الآن لم يكشف عنها كاملة في معظم الدول، بالتأكيد الجواب لا، ليس من مصلحة أحد اليوم إشعال نزاع عالمي، خصوصا مع إدراك الجميع استحالة تحقيق أي طرف نصر عسكري حاسم في ملف أوكرانيا. عبر سكايب من أمستردام الباحث السياسي الدكتور باسل الحاج جاسم، شكرا جزيلا لك.